عاصي عاصي جاي يشوف عاصي حبيبة جدة، بدي يشوف حفيدتي وينها. بابا على مهلك، لا تخليها تسمعك، نحن متفقين ما نخبرها ونعملها إياها مفاجأة. طيب ممكن أعرف ليش حضرتكم ما خبرتوني؟ تليفون كان معطل شي؟ على القليل كنتوا تتصلوا فيه. والله اللي بيسمعك بيقول ما عندك شغلة غيرنا، ما أنت مالك فاضلنا. بلا ما نحكي هلأ أحسن ما؟ أخ منكن أنتوا النسوان أخ. وينو جوزك مو هون؟ قاعد على البلكون مع علي وعم يحكوا بالشغل. حسام بيك صغري وينك أنت؟ تعال انقذني من مرتك. ما بيتغير. طالما أمير وقع العقد كمان صار فينا نبعث تقاريرنا على فيينا. شوف علي، لازم تكون تقاريرنا مطابقة للقوانين الجديدة، هذا أحسن لنا. يعطيكم العافية يا جماعة، كملوا كملوا، طمنونا شو الأخبار؟ كيفك أغا؟ إن شاء الله صحتك منيحة. تسلم يا شريك. اتفقنا أنا وجمال أغا ورح يدخل معنا بالمشروع. إلي عمر بحاول اشتغل أنا وياك وما قدرت أقنعك، وهي هلأ رح نشتغل مع بعض وكله بفضل علي بيك. شوف هالصدفة، داري كنا منتظرينك كلها سنين لحتى تيجي وتجمعنا سوا. لا يا أغا، الشغل مع حضرتك ومع أحسان بيك شرف كبير إلي. بتحب نمشي؟ يلا الخير ناطرتنا، عن إذنكم نلتقي بعدين. عن إذنك جدو. رايحين ناكل بالضيعة. والله فكرة حلوة. إلي زمان ما تمشيت هيك، صايرين ما بنطلع لمحل إلا إذا كان بالسيارة، الشي بملل. إذا مبسوطين كل يوم باخذكم مشوار لمطرح. كيف الشغل بدكم شي؟ مشغول بالي ماني عرفاني اشتغل، رسلان ماله مبين لهلا، يوم هون ويوم هوني، ومبارح ما اجا. طولي بالك فاطمة. طولي بالي. فاتن بنتي الله يوفقك، روحي شغلي الفرن مشان يحمى. قال جايك يا حفيد ها؟ بسيطة يا ست نريمان، يظهر محيتيني من دفترك ما هيك؟ والله عيب. ليش عم بيصير لنا فرصة لنخبرك بابا؟ مو شايف كيفني ضايعة بين الأولاد؟ ايه يلا كله خير يا بنتي، ان شاء الله بيجي يا صبي. يعني شو بيجي من البنات غير الهم؟ شوف اذا اجاك صبي احسن شي تلبسوا هالجزمة البلاستيك وتزتوا بهالارض. مو هيك لك احسن؟ هيك بتعلموا الشغل على بكير. انا مضطر امشي، عندي شوية شغل بالاذن. روح روح شوف شغلك. بابا خليك قاعد، رجعت لك ما تطول. بس لحظة، هذا تليفون مشي. ماشي بس ما يكون بده اياه. الو ايه بالطريق، منيحة لا تاكل هلا. شو بيعرفني؟ شايفة منيحة. رسلان ناريمان حكت لي شو صار مبارح، مشان هيك قلقت عليها كتير. خدها لعند دكتور وشوف شو بيقلك. لا تتركها لحالها وخبره الأمير شو بصير معك، هالقصة ما فيها مزح. هلأ أهم شيء العلاقة بين الخيل والخيال، لازم تحب الحصان مشان هو يحبك كمان. عاصي بتعرفي شو؟ أنا لما بلتقي أنا وياكي لوحدنا عم حس بالشعور حلو كتير، شعور خاص ما بحسه إلا بالبحر. ركبت شي مرة بمركب؟ إذا بتحبي بنطلع مشوار وبعلمك على المركب، أنا استأجرت واحد. ما فهمت ليش بدك تعلمني؟ أنت علمتيني ركوب الخيل وهلأ دوري. بس أنا ما طلبت منك مقابل. يلا شو رأيك نمشي من هون؟ شو ما بدك تمشي؟ آه.
لا تقولي لي بدنا نرجع. لا نتمشى شوي. منيح. اصلا انا ما في حدا ناطرني. ضل هون احسن ما اروح واقعد لحالي. وجودي معك احلى بكتير. عاصي في حدا ناطرك؟ يلا. خالتي رسلان جابنا لهون بس مشانك انتي. هالبيت فيه ختيارة حكيمة، كل الناس بيجوا لعندها. كلامك كتير حلو بيريح، فيكي تحكي لها كل شي بدون خجل، بتساعدك لترتاحي. تعي بنتي. تفضلي لجوا. بدي روح اتمشى شوي. ايه بس لا تبعدي كتير. ماشي. لقيتي هي ملك. مرحبا. اهلين. اهلين. كيفك ملك؟ شو اخبارك؟ منيحة. وين مختفية؟ صايرين ما عم نشوفك الا بالصدفة. لا مو هيك. ابقي خلينا نشوفك. ماشي بخاطركم. والله مزوقة لما سمعت بعيد ميلاد عاصي اجت دغري. خالي ناريمان من شان الله لا تاخذيني هلا لعرفت، ان شاء الله هالهدية تعجبها للانسه عاصي. انا اسفه والله، ببقى مرة تانية بحط لكم اعلانات. على اساس ما بدنا نعزم حدا، ما حسينا ودرينا الا الكل صاروا عنا. هيك صارت مفاجأة، هالزينة واللمبات طالعين كثير حلوين. عمو احسان كيفك؟ الله يخلي لك هالبنات كثير حلوين ومربايين. شكرا، هذا من ذوقك يا خانو. يا رب يدخلك شو هالبنت هاي. اوه اوه حبيبة جدة صغيرة كبرت وراح تصير ام كمان. عملتوا لها ابوكم جد يا اولاد. مبروك حبيبة قلبي. كبرتوه كثير. والله لساته صغير. صحيح ما وجدتني علامة الرياضيات. والله العلامة مو كثير منيحة. كنت نامي ما ورجك إياها أبدا. لازم تتعلم إنه الهروب ما نو حل. شو مفكر إذا ما خليتني أشوفها رح تتغير العلامة وتصير أحسن؟ شوف أعطيني إياها. بس الآن سألت لح تصير أحسن. إذا بتدرس عن جد أكيد رح تتحسن علاماتك. عم أدرس بس الرياضيات صعبة. ما في شي صعب على الإنسان، لما بتحاول رح تنجح أكيد. وإذا قلت ما بقدر ما رح تعمل شيء. ايه ولازم تحبي اللي بتعمله مشان تصير متفوق. انت برأيك رح اطلع الاول على الصف؟ رأيي مو مهم اذا انت ما درست وتعبت. رح تساعدني؟ اكيد حبيبي، مو نحن رفقات؟ بس مو تعمل فيه مثل هيك المرة وتخليني حل بظافي بالسيارة واحنا مسافرين. لا تخاف اكيد ما رح اعمل مثل هديك المرة. اذا كان هيك منيح. حسين رح نزلك قريب من المزرعة وعارف رح يجي ياخدك. ماشي. فاتن فاتن ليكن اجوا. شو هاي شمبانيا فرنسية؟ مرة اجتني واحدة مثل هدية.